بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره ان شاء الله يا رب تعجبكم. عاملين وصفتين زراف اخر حاجه. اول وصفه هنعمل مخبوزات بالزبده وهنحشيها جبنه وشويه بقدونس، تحفه. ممكن كمان تتعمل ساده بتبقى تحفه اكتر، خطيره. مقادير عجينه بسيطه جدا وطعمها لذيذ، نعملها مع بعض ان شاء الله. الوصفه الثانيه هنعمل سلطه منعشه. منعشه ليه بقى يا جماعه؟ عشان فيها بطيخ وفيها خيار معاها جبنه، لذيذة جدا جدا. ممكن كمان نحط لها خس، وصفة تحفة وسهلة قوي تتاكل حاف كده وبتشبع ومنعشة ان شاء الله. يا رب الحلقة تعجبكم النهاردة. فاصل بسرعة ونرجع بعد الفاصل نعمل اول وصفة، المخبوزات بالزبدة. خليكم معانا. انا جيت. هنعمل اول وصفه دلوقتي مع بعض، المخبوزات بالزبده. وصفه حلوه جدا ولذيذه، نقدر ناخدها معانا النادي، العيال يتعشوا بيها، حلوه قوي مع الشاي بلبن او الشاي بنعناع. وصفه ظريفه جدا ومقاديرها حلوه قوي وبسيطه. ايه بقى معانا؟ 5 كوبايات من الدقيق، تمام. هاتي كوبايه كده عايري بيها كل المقادير، اي كوبايه عندك. لو عندك كوبايه المعيار طبعا ده يبقى حاجه ظريفه ونشكرك عليها. لو ما عندكيش كوبايه المعيار، اي كوبايه الشاي بتاعتك العاديه نعاير بيها كل المقادير. فخمس كوبايات من الدقيق عليهم 150 جرام من الزبده، تقريبا يعني مثلا هنقول كوبايه ونص ومكعبين كمان، فاهمين قصدي؟ اه. ومعلقتين كمان من الزبده على الكوبايه ونص. عايزينها تبقى سايحه او تبقى طريه. هنحتاج كمان نحط بيضة ومعاها بياض بيضة، تمام. طب الصفار بقى اللي هناخده من بياض البيضة ده نوديه فين؟ الصفار الواحد ده هندهن بيه المخبوزات في الآخر إن شاء الله لما نيجي نشكلها ونظبطها. لكن أنا هحط في العجينة بيضة كاملة وعليها بياض بيضة، تمام كده. هنحط كمان نص كوباية من الزبادي، معانا نص كوباية زيت، معلقة كبيرة من البيكنج باودر، رشة ملح، ومعلقة صغيرة من السكر. والكلام الحلو ده كله هنعجنه مع بعض ونعمل عجينة حلوة جدا. وهندهن الوجه بتاعها أو وشها بالصفار اللي متبقي من البيضة اللي احنا خدنا البياض بتاعها بس جوه العجينة. ومعانا كمان حبة البركة، شوية سمسم، والحشوة بقى زي ما قلتلكوا قبل الفاصل، معانا جبنة فتة، معانا شوية بقدونس، أو ممكن تعملوها سادة خالص من غير حشو بتبقى تحفة إن شاء الله. تعجن، طلع البولة الكبيرة، نحط الدقيق كده، وعليه بقى رشة ملح، رشة ملح كده حلوة اهو، وهنحط برضو رشة سكر والبيكنج باودر. قلب الكلام اللطيف ده كده مع بعضه. هنحط الزبدة وهنحط الزيت، الزبدة والزيت، ومعانا كمان الزبادي. كل الحاجات كده فوق بعض، والبيضه ومعاها بياض بيضه اهو، دي بيضه كامله ومعاها بياض بيضه واحده. عايزه اجيب بس كده الشوكه علشان ضروري اضربها كويس قبل ما نحطهم على العجينه. بيضه يا جماعه ومعاها بياض بيضه، والصفار اللي هيتبقى من البيضة التانية اللي احنا خدنا البياض بتاعها بس هندهن بيها وش المخبوزات قبل ما ندخلها الفرن. بس كده. وايه بقى، ونعجن الكلام اللطيف ده كده مع بعضه ونشوف ايه الاخبار. هنحتاج بقى مية او حاجة، هنلم بس قبل ما نحط اي اضافات تانية، نعجن بس كويس وبعدين نشوف. ممكن نحتاج شوية مية او ممكن ما نحتاجش حسب نوع الدقيق اللي انت بتستخدميه، وحسب بقى الكوبايه اللي انت عايرتي بيها الدقيق. فممكن بعد ما نحط المقادير دي كلها تبقى محتاجه مننا ايه، مثلا شويه ميه صغيرين ولا حاجه نكمل بيهم عجن ايه العجينه كده. اهو محتاجه ايه، شويه ميه. بصوا هي ناشفه كده شويه، هنحط لها شويه ميه حاجه صغيره قوي. هي اصلا كده كده خلوا بالكم العجينه دي تقيله،
انا حطيت كده شويه ميه تقيله طبعا عشان فيها بيض وفيها زبده. احنا مش حاطين لها خميره، احنا حاطين بيكنج باودر بس، برده ده مش معناه ان احنا نشتغل بيها على طول، لا يفضل ان احنا نسيبها ترتاح شويه، يعني نص ساعه. بصوا كده بقت ايه، بقت قطره زي ما انتم شايفين، كانت الاول ناشفه شويه، كانت محتاجه ايه البق الميه اللي احنا حطيناه عليها، لكن كده بصوا هي قطره ازاي اهو، بس كده بتتلم معانا. بنعجنها بس كده دقيقه ولا دقيقتين وبنغطيها نص ساعه بس، هي مش هتعلى ولا اي حاجه لان هي ما فيهاش خميره زي ما اتفقنا، لكن احنا محتاجينها ترتاح هتدينا نتيجه افضل بكتير. نيجي بقى احنا هنا معانا واحده اهو، الاسترتش يعني مثبتين عليها قوي اهو، ناخدها هنا كده، ناخد مثلا منها كوره اهو على القرمة هنا، وعايزه كده ايه افردها، وبقى بكوبايه مثلا او اي قطعه مدوره عندك هنقطع بيها، انا معايا القطعه الحلوه دي هقطع بيها كده ايه كوره كده من العجين. هقول لكم هنعمل ايه، وطبعا بقيه العجين ده هنفرده تاني مع العجين ده كله لغايه لما نعملهم كده. نبططها كده، ناخدها بس نقلبها كده ونرفع الكوره شويه، نفس الحكايه. ومعانا بقى جبنه، بس انا عايزه اجيب برضو ايه شوكه تانيه، هل في شوكه؟ ممكن السكينه الحلوه دي كده بالشكل ده اهو، نوزع كده فيها جبنه بالحشوه وشويه بقدونس مثلا على الجبنه كده، او ممكن نعملها ساده زي ما قلت لكم من غير ولا جبنه ولا بقدونس ولا اي حاجه، واقوم لفها كده ايه على نفسها كده زي الايه السمبوسه اهو، وبططها كده هنا نفس الحكايه اهو. ناخد كده بس ايه نشيل الزيادة دول عشان تبقوا شايفينها اكتر، واخر واحدة نفس الحكاية اهو كده، ونقفلها ميست كده، وعلى صينية فرن معانا زي ما قلتلكوا صفار البيضة هنا اهو، مش عايزه تدهنيها بصفار البيض دوت، عايزه تخلي صفار البيض ده مع بيضه بقى في العشاء مثلا ولا حاجه، ممكن تدهنيها لبن مفيش مشكله، يعني صفار البيض هيديها لون حلو قوي كده. ومعانا بقى شويه سمسم مثلا، او ممكن كمان حبه البركه على الوش كده، ونحطها في صواني الفرن وتدخل فرن سخن درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، هتاخد لها تقريبا من ربع ساعة لعشرين دقيقة بالكتير. شكلها اللطيف ده هتلاقيها طعمها يجنن، وطعم الجبنة من جوه خطير. أستاذة سمورة جابت لكم الشكل النهائي اهو، تجنن ملهاش حل، ولذيذة بشكل عايزة اقول لكم انها مش طرية قوي كده زي المخبوزات اللي هي كأنك بتاكلي عيش، لأ كأنك بتاكلي يعني حاجة هي فيها قرشة خفيفة كده، تحس انها بسكوت شوية على يعني كده، فاهمين حد فاهم حاجة؟ ان شاء الله تكونوا فاهمين قصدي يعني مش عيش فينو، فاهمين قصدي؟ لا حاجة احلى بقى خطيرة قوي مع كوباية الشاي وبالهنا والشفا ان شاء الله تعجبكم. فاصل نلم اللحوسة دي ونرجع بقى بمقادير السلطة المنعشة، فيها بطيخ وخيار وكده، خليكم معانا.
انا جيت هنعمل الوصفه دلوقتي، الوصفه المنعشه، يعني هي انا سميتها المنعشه لان هي فعلا منعشه، كل الحاجات فيها طعمها ظريف. معانا بطيخ متقطع مكعبات، معانا خيار متقطع مكعبات يا على اللذاذه، معانا ريحان، معانا نعناع حبه صغيرين كده متقطعين صغير، معانا جبنه فته ظريفه جدا. هنحتاج برضو معلقتين كبار من زيت الزيتون، عصير ليمونه، ملح وفلفل وبس. وتاكليها بقى كده بشوكه كده، تقعدي بقى كده على الكنبه تربعي كده وتمسكي بوله كبيره حلوه كده فيها الميكس اللذيذ ده، مش قادره اقول لك بقى، مع كل قطمه تقعدي تقولي كده من كتر الانتعاش واللذاذه. ان شاء الله يا رب تعجبكم وتبقى ظريفه. احنا البطيخ بصوا من غير بذر هو متقطع معانا مكعبات صغيره زي ما انتم شايفين، حاولي تعملي كده على قد ما تقدري، تمام؟ هتلاقيه اتقطع معاكي مكعبات، كل ما هيبقى صغنون كل ما هيبقى لطيف قوي في السلطه، يبقى زي تقطيعه الخيار كده، الاثنين يبقى فيه تناسق ما بينهم وما بين الجبنه. ده بقى فن بقى، ده تاتش ايه، التاتش الفني بقى. معانا برده ممكن شويه خس زي ما اتفقنا، مزيد من الجبنه الفته وبس. ان شاء الله تعجبكم. نجيب بقى ايه، نجيب بوله هنا حلوه كبيره كده عشان نعمل فيها الدريسنج. هنحط زيت الزيتون، زيت الزيتون وليمون وملح وفلفل، ده الدريسنج اللي هنحطه على السلطه الحلوه دي اهو كده. زيت زيتون بس كده، وليمون وملح وفلفل كده. يا استاذه سمر مظبوط؟ والله يا استاذه سمر برضو الاخراج ده ليه ناسه، مش اي حد يبقى مخرج كده يا استاذه سمر، والله تسلم ايدك. ونقلب الدريسنج الحلو ده، ممكن نزود شويه زيت زيتون كمان بس كده بس. وانا هجيب الطبق اللي انا هعمل فيه السلطه اللطيفه دي هنا كده على جنب، ونحط الخيار كده نوزعه، او ممكن نحطه على الاطراف كده مثلا علشان ايه ننزل بقى بالبطيخ. الله عليك يا بطيخ، الله، ايه الفاكهه اللذيذه دي؟ يعني انا كل صيف بندهش من البطيخ ده كاني مثلا افاكهه اول مره اشوفها، اقعد اكل البطيخ واقول ايه ده يا ابني، الايه يا بطيخ، انت ازاي لذيذ كده، انت ازاي صيفي كده. سبحان الله، ربنا يديمها علينا نعمه يا رب. البطيخ ده حاجه اخر لذاذه اهو كده. ومعانا شويه ريحان زي ما اتفقنا، ممكن كمان شويه نعناع مش كتير، حاجه كده بصوا كاننا بنحط بقدونس بالظبط، حاجه خفيفه قوي. نحط كده الجبنه، مكعبات كده من الجبنه، جبنه الفته، وعشان الجبنه الفته تتقطع معاكي مكعبات لطيفه كده حطيها في الثلاجه، هتلاقيها ايه اتقطعت معاكي بسهوله وبقت ظريفه. ولو ما اتقطعتش معاكي تقدري تفتفتيها بايدك كده عادي، يعني مفيش مشكله. نحاول كده ايه نوزع الجبنة عشان اي حد من اي حتة ياخد قطمة يلاقي جبنة بس كده. ونحط بقى الدريسنج اللطيف ده على وش السلطة كده، يلا بسم الله. وشوكة بقى، شوكة برضو كده، حضروا الشوكة بتاعتكم، انتوا بتتفرجوا عليا دايما اقعد قدام الشاشة كده كل واحد يمسك الشوكة بتاعته، والله ما عارفة اقدمها لكم ازاي، يعني نفتي كل واحد ياخد بالشوكة بتاعته بجد اهو. خطير، لذاذة، اخر حاجة ان شاء الله تجربوه يعجبكم بالهنا والشفا. واحنا عاملين برضو واحد هناك لذيذ جدا، بنحط ده هنا كده جنبه
جربوا بقى الوصفات، يا رب تكون الحلقة كانت ظريفة. عملنا أول وصفة مع بعض، المخبوزات بالزبدة طعمها تحفة، وزي ما قلت لكم هي فيها قرشة كده تشبه القراقيش على المخبوزات مع بعض، طعم الجبنة جواها يجنن. شوية زيتون بقى مخلل ولا حاجة ولا كوباية شاي زي ما اتفقنا، وبالهنا والشفا. والوصفة الثانية السلطة المنعشة بالبطيخ والخيار والجبنة، معاها دريسنج بسيط جدا يخليها خطيرة. هاتي لي السلطة اللي أنا عملتها دلوقتي يا أستاذة سمر من فضلك. أه لو سمحتي. وبس جربوا الوصفات وقولوا لي ايه رايكم، ان شاء الله كده تعجبكم وتبقى لذيذه. ايوه شكرا يا استاذه سموره. شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار في برنامجكم اكله بيتي. باي باي.